السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في القناة، ونبداو لا فيديو ديالنا بالصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه. اليوم غادي نوريكم طريقة كيفاش غادي نصايب واحد الغطاء ديال آنية العجن أو القصرية ديالكم. غادي ناخد القطر ديالو بحال هكا، غادي ناخد القطر ديالو فيه 32، ومن هنايا من التحت شحال ما بغيتو تزيدو، بغيتو تزيدو حتى لتحت ماشي مشكل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في القناة، ونبداو لا فيديو ديالنا بالصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه. اليوم غادي نوريكم طريقة ديال كيفاش غادي نصايب واحد الغطاء ديال آنية العجن أولا القصرية ديالكم. هانتوما تناخدو هاكا، أنا تنعجن غير في هاد القصرية ديال لينوكس، داير على شكل باريو. غادي ناخد القطر ديالو بحال هاكا، غادي ناخد القطر ديالو فيه 32، ومن هنايا من التحت شحال ما بغيتو تزيدو، بغيتو تزيدو حتى لتحت ماشي مشكل. من الاحسن انكم ديروها كبيره، المهم هاد 32، وديك الساعه غادي نزيدو الزياده ديالنا اللي بغينا. غادي نزيد انا تقريبا غنزيد واحد 6 سنتيم حتى 7 سنتيم بحال هكاك، بغيتو نتوما تزيدو كثر شي مشكل. غادي ناخد الطرف ديالنا ديال الثوم بحال هكا، وكنتنيه على أربعة بحال هاد الشكل. هذا القطر ديال القصرية ديالنا فيه 32 سنتيم، تنقسمها على جوج، غادي ندير 16 سنتيم، وغادي نزيد واحد 6 سنتيم. انا غادي نتراسي بهذا حيت عندي لاكري غير في البيض، ما غاديش يبان في هذا اللون هذا. غادي ناخذ السنتيم من هذا القنت هذا، غادي ندير 24 كاع، 24 بحال هكا. هانتوما من هذا القنت 24، و تنجي نقطع. وها هو الغطاء ديالي، جا على هذا الشكل هذا. هانتوما فصلتو على هذا الشكل هذا، غادي نفصل وحده اخرى بحالها، وهي الدائره الثانيه فصلتها. تناخذوا الفناتي تندوروهم على هاد الدائره هذه كامله بحال هكا، وتنبداو في الخياطه. الخياطه تنخيطو غير سنتيم بحال هكا، تنخليو واحد 5 سنتيم بحال هكا باش نقلبو منها هاد الدائرة ديالنا. غادي نفتح هاد التوب هذا، نبداكم دوزو الخياطة حتى كدور على هاد الدائرة كاملة، غنكملها نصلحها ونرجع معاكم. بعد ما خيطت هاد الدائرة ديالي على هاد الشكل هذا، كنبقاو نجرو هاد الخياطه هادي كنخرجوها، وتنبداو نصلحو حتى كنصلحوها كامله. وهاد البلاصه هادي، هاد الفتيحه هادي، ها هي حتى هي كندخلو هاد السنتيم هذا،
وتندوزو مصلوح بحال هكا. دابا شنو بقى لينا؟ بقى لينا ندوزو واحد الخياطه حدا هاد، تنخلي واحد سنتيم او لا سنتيم ونص، وتندوز واحد الخياطه من ندوزها على هاد الدائره كامله. هاد الدائره اللي غادي ندير بالخياطه غادي نسدها كامله، ما غاديش نخلي فيها هاد الفتيحه هادي. هاد الفتيحه غادي ندخل منها لاستيك، انا غنخيطها ونرجع معكم. بعد ما دورنا الخياطه كامله على هاد الدائره هاد، خلينا واحد ونص. ودابا غادي نشدو هاد الفتحه هادي اللي كنا خليناها نقلبوا منها الثوم، هي منها غادي نديرو لاستيك. غادي ندخل لاستيك بحال هكا، ندور عليه كامل باش يجمع لينا هاد الغطاء هذا. وها هو ملي دورت عليه لاستيك كامل، تنجيو حتى لهنايا وتنعقدوه. الا ما عرفتوش شحال ديال لاستيك غادي ديرو، غادي تقيسوه على القصريه ديالكم بحال هكا. ودابا غادي ندوز الخياطه على هاد البلاصه هادي. وتنجيبو القصريه ديالنا بحال هكا، تنلبسو ليها بكل سهوله بحال هاد الطريقه هادي. هانتوما على هاد الشكل هذا، تيجي مغطي ما تيلصقش لكم في العجينه، حيت الا ملي تنحطو العجينه وتنحطو فوق منها الغطاء بحال هكا يقدر يزلق لكم وتلصق فيه العجينه. هذا لا، هذا شادو هاد لاستيك هذا، صراحه راه كيجي زوين. وهذا هو الفيديو ديالنا ديال اليوم، نتمنى تكونوا استفدتوا. اشتركوا معايا في القناه باش يوصلكم الجديد ديالي.